رائدة الأعمال التالية هي أم وتعرض أمام الشاركس منتجات لتسهيل حياة الأمهات. هاف كيري شاركس، أنا بريهانة بوزيد، مصرية مقيمة بالإمارات ومؤسسة شركة بيكير. والنهاردة أنا بطلب منكم 350 ألف درهم مقابل 5% من مشروعي. رحلتي مع بيري كير ابتدت من حوالي سنتين لما بقيت أم، وفجأة لقيت كل اللي حواليا نسيوني تماما وركزوا مع بنتي. وبصراحة حتى أنا نفسي أهملت في كل حاجة في حياتي بما فيهم صحتي عشان أخد بالي من بنتي، وطبعا مع مرور الوقت بقيت على طول مجهدة ودايما حاسة أني مقصرة في حقها. وعشان كده أنا عملت بيري كير عشان أعمل منتجات تساعد الأم وتوفر لها الدعم اللي هي محتاجاه فتاخد بالها من نفسها في الوقت اللي بتراعي فيه البيت. اول منتج عملته هو ستاند الون نيرسينج بود، او الكابينه اللي انتم شايفين نموذج منها قدامكم او الصور دي. دي كابينه سهله التركيب ومتحركه مخصصه للام اللي بترضع. نقدر نحطها في اماكن العمل او في الاماكن العامه زي المول، المستشفى، المطار، علشان خاطر الام بدل ما تضطر ان هي تعمل بامبنج او ترضع على كرسي مش مريح زي ده، تبقى اضاءه عاليه وتهويه مش كويسه، لا تقعد على كرسي مريح زي ده، تهدي الإضاءة وتشغل مزيكا وتشرب مية وأكيد تشم ريحة لطيفة مش ريحة دايبرز. والحمد لله في أقل من سنة قدرت إن أنا مش بس أصمم البود بس كمان أبيعه وخليه متوفر في أكتر من مكان في دبي. تاني منتج عملته هي الشنطة دي اللي جايز تبان ليكم إنها شنطة عادية باك باك ممكن أي حد يلبسها، بس دي شنطة مخصصة للأم، مصممة بطريقة إن هي تكون خفيفة فيها باك سبورت لان احنا بنشيل حاجات كتير كامهات، وفيها جيوب مختلفه كتير عشان تحل مشاكل الام بتواجهها زي مثلا جيب منفصل لللابتوب لان بصراحه بنعاني في المطارات عند السكيورتي تشيك. واخر منتج عملته هي ازازه الميه اللي برضو شايفينها قدامكم، ودي ازازه ميه ذكيه فيها خاصيه التنظيف الذاتي عن طريق اليو في لايت، وكمان فيها ديجيتال ريمايندر بيفكر الام ان هي تشرب لان احنا دايما بننسى الموضوع ده، وكمان بتقول درجه حراره الميه فالام عمرها ما تخاف انها تلسع البيبي لما تعمل له بول. وعندي افكار لمنتجات تانيه كتير انا مؤمنه اني حاضر اوصل بيها للسوق العالمي، ونفسي ان انتوا النهارده تحطوني على اول خطوه للمشوار ده. اسالي بقى ليكوا يا شاركس مين هيحطوا ايدي في ايدي عشان نعمل تغيير كبير في عالم الامهات. هلا بريهان، مرحبا فيكي. اهلا اهلا يوسف. تعطينا فكره عن خلفيتك؟ انا بقى عندي خبره شغل 15 سنه اشتغلتها معظمها في مجال التك، انترتينمنت تك، اي كوميرس، اشتغلت كمان في جوجل وعملت ام بي اي في MIT سلون. بس انا اقدر اقول لك اكتر حاجه يمكن ريليفنت لبيريكير ان انا ام ومريت بالمعاناه كلها اللي كل الامهات مرت بيها، فعشان كده انا عملت بيريكير. شكرا. كم عمرهم اولادك؟ انا عندي بنت واحده عندها سنتين وشهرين. ما شاء الله قد بنتي. اه ما شاء الله. انا كنت ابغى اسالك، انت قلتي ان بديتي في المنتج وبعتي كم واحد في الامارات، كم واحد بعتي ووين متواجدين حاليا؟ بعت 2 بيرمننت موجودين في دبي انترنت سيتي وفي نوليدج فيليج، وفي واحد بنعمله تورينج في ايفنتس، ومعايا لاتر اوف انتنت هيخلينا نقدر نعمل انستليشن ما بين 2 و3، لسه بقى مستنيين. شنو السعر وتكلفته؟ احنا عندنا 3 مودلز كل واحد فيهم فيه فيتشرز مختلفه، بيبتدي من 13000 دولار لحد 47000. التكلفه احنا بنعمل مارجنز انيثينج ما بين 25% ل 40% حسب برضو الموديل. ما شاء الله عندك ابداع وواضح في كل منتجاتك. شكرا فيصل. خبريني اكثر عن شو اللي راح تعمليه بال 350000 درهم. كنت حاطه لنفسي تارجت انا عايزه لما اعمل لونش للبرودكتس بتاعتي ابيع 1000 اس كيو في اول 3 شهور. ال 1000 دول هيكلفوني كام كانتاجهم، وعملت كوست اوف كاستمر اكوزيشن اعلى شويه عشان لسه البراند جديد، وشويه اوفر هيدز، فهي 50% من الفلوس هتروح للكاستمر اكوزيشن، اولموست 40% الانتاج، والباقي هيبقى اوفر هيدز. اعطيني فكره عن مبيعاتك في السنه هذه. أوه. وشو توقعاتك اذا استقطبت الاستثمار 350000 تتوقعين تكون مبيعاتك السنه الجايه؟ انا بعت بحوالي 25000 دولار في اللي هي السنه دي من ساعه ما ابتديت الشركه. الموديل اللي انا ماشيه بيه مع البرودكتس دي في الاول 3 شهور هيكون دايركت تو كونسيومر قبل ما اروح على ديستريبيوترز او اي بلاتفورمز ثانيه. لو بعت ان شاء الله هوصل، انا متاكده ان شاء الله هوصل التارجت ده، ال 1000 يونت هيحققوا لي 100000 دولار او يعني 370000 درهم. تسألك مين بيشتغل معك ولا انت بتشتغلي لحالك؟ كفول تايمر انا بشتغل لوحدي، بس انا معايا 3 ادفايزرز فيري هاندز اون في مجالات مختلفه، وبعدين كل بقى ديزاينر بيشتغل بارت تايم على البرودكت، والمانيفاكتشرنج بيشتغل بقى معايا اكسكلوسيفلي. شكرا. مرحبا، كيفك؟ اهلا إلي. انا خايفه منك يا إلي على فكره، انا جايه خايفه منك لازم اقول.
لك سمعة لي. ما ألومك. لها الصيت، لها الصيت. ما أعرفش، ما أعرفش. يصبرك، أنا خايفة منك. لا تفضل. ما تخافي حبابة، كثير حبابة. ألي الحين غير سؤالك. ريح. أنا لطيف و... طب اثبت لي بقى، اثبت لي. لا عن جد سؤالي لإلك، وين شايف الشركة بالمستقبل؟ هون ولا هون؟ بي تو سي تماما. انا اصلا بالباك باك. لا مش باك باك كومباني، ماترنال ويل بينج كومبانيز. انا عندي اصلا بايب لاين 12 برودكت. مثل شو؟ اول منتج ان شاء الله احنا اوريدي شغالين على الديزاين بتاعه هو نيرسينج تشير. ثاني منتج هو سمارت بامب، بريست بامب. يعني عم بتفوتي بعده فيرتيكلز، ما بتحس انه ما في كتير تركيز على البزنس؟ انا بعتبر بيري كير اكنها ديزاين اكسبيرينس، بشوف المشكله والبرودكت هو اللي بيحقق الاكسبيرينس الام محتاجاها وبعدين بقوم بانتاجه. شو بيميزك عن غيرك اللي عنده هالبرودكت في السوق؟ في حاجه واحده ممكن تكون السبب ان انا هفضل ماشيه على بيري كير دي لحد ما اشوفها نجاح. من 3 سنين كنت بمر بتجربه قاسيه جدا، كانت تقريبا بتهدد حياتي ومستقبلي وصحتي وكل حاجه، وفي وقتها عرفت ان انا حامل. فجأة لقيت سبب ان انا اقف على رجلي وان انا اشوف الدنيا بنظرة ايجابية وان انا بقى عندي ايمان باللي هيجي بعد كده. وطول فترة حملي قبل حتى ما اعرف ان انا حامل في بنت كنت بكلم بيبي واقول ان انا حامل اقصى حاجة في قدرتي. I'm getting emotional. ان العالم بتاعك يكون احسن من العالم بتاعي، ان هي ما تواجهش صعوبات لمجرد لحاجات لان هي في موقف ضعف او حاجات خارجة عن ارادتها. بيري كير بالنسبة لي مش مجرد شركة، بيري كير بالنسبة لي هي الحاجة اللي هتخليني في يوم من الأيام لما بنتي تكبر أبص في عينيها وأمسك إيديها وأقول لها أنا عملت اللي أنا أقدر أعمله عشان أخلي حياتك أفضل من حياتي. الله يحفظ لك إياها. شكرا شكرا أمير. فريهان أبغى أعطيك رأي. أولا ما شاء الله عليك، عجبني حماسك، ولكن أنا صرت أم من سنتين، عندي بنتين من 3 سنين ما شاء الله. الحمد لله. فمريت بكل هالتجارب، ولكن شوف انه ما في شيء مميز صراحه. يعني انت تركيزك بيكون في البضائع، واشوف ان هذا سوق منافس، ولهالسبب انا بنسحب من الاستثمار. بريهان، اشوف فيك مصدر ابداع في مجال صحه وسلامه الام حديثه الولاده. شكرا. وهذه الرؤيه اللي انت عندك، ومثل ما انت قلتي عندك يمكن 12 منتج في البايب لاين صح تبغى تشتغلين عليه، وانا متاكد ان هالمنتجات بتكون بعد مثيرة أكثر وأكثر. فأنا مستعد أعطيك 350 ألف اللي طلبتيها، تركزين على البي تي سي ونشتغل على الأفكار الجديدة مقابل 30% من الشركة. 30%؟ نعم. أوكي. لأن الموضوع يبغي له مجهود كبير جدا وشغل كثير، وما بيوقف على الحد الأدنى. بيذبحني بيذبحني. طب ما يا جماعة أنت جيتي خايفة من الشارك الغلط. شفتي مين الصعب؟ أنا بنفعك بطريقتين، يا أن بدخل معك مستثمر وإن شاء الله بنكبر الشركة، يا أني بكون حمست الشاركس الباقيين يعطون عروض أفضل. فتفضلوا يا شاركس اللي عنده أفضل. لازم يكون عندك القناعة لتخليها تنجح بالحياة. أنا أعطيتها القناعة، أنا تقدمت. ما فيك تذبحها هيك. 30% ذبح بجد. أنا أنت أفضل لك تطلعين من دون عرض، ولا أفضل لك تطلعين بالعرض اللي أعطيتك إياه؟ قبل الفاصل، بيريهان طلبت 350 ألف درهم مقابل 5% من حصة الشركة. سؤالي بقى ليكو يا شاركس، مين حيحط إيدي في إيدي عشان نعمل تغيير كبير في عالم الأمهات؟ أميرة انسحبت من فرصة الاستثمار. أشوف أن هذا سوق منافس، ولهالسبب أنا بنسحب من الاستثمار. إيلي، نور ويوسف لم يطرحوا أي عرض بعد، أما فيصل فتقدم بعرض 350 ألف درهم مقابل 30% من حصة الشركة. ما فيك تذبحها هيك ب 30% ذبح بجد. أنا فيك. أنت أفضل لك تطلعين من دون عرض، ولا أفضل لك تطلعين بالعرض اللي أعطيتك إياه؟ أنا شايفة إن الفاليو أكتر بكتير من الفلوس اللي أي حد فيكم هيديها لي. طب يا جماعة مين تاني هيديني أوفر؟ فريان أنا بدي أقول لك شو رأيي. فضلني. أول شيء كتير حبيتك. شكرا. وبرافو على المجهود اللي عم تعمليه. بس بدي أعطيك نصيحتي أنا كيف كنت شوف الشركة تبعيتك.
كنت ما سميتها بيريكير، كنت سميتها بيريكيوريت مثلا. لقلك ليش؟ لانه كل المنتجات اللي رح تعمليها موجوده بالعالم. احسن تنقي احسن منتجات بالعالم، حطيهم على بلاتفورم اندر يور سيجنتشر وتطلق البلاتفورم. شكرا على رايك. اذا حبيتي تغيري الفكره شي يوم تعال عندي انا بدي اعمل كلام. انا يعني بتمنى لك التوفيق عن جد، بس قولي لنا ما بنغير الفكره، ماشيين في طريقنا وعارفين اهدافنا. بالعكس ما اقدرش اجي جنب خبراته واقول له ان هو ان انا بفهم في البراند اكثر، ما اقدرش. في عندك عرض يا الي؟ انا مستعد اكون معكم على البورد بكره اذا حطيته بورد مع اذا بيقبل الاخ فيصل. اكيد لنا الشرف يعني. بس ببلاش. لا دعم تشغيل. انا بعطيكي رايي. تفضلي. انا مقتنعة بهاي مش بالكونسيومر براند. اوكي. فلهالسبب انا حانسحب من الاستثمار. اوكي. اذا ركزتي على هاي اي ثينك ذاتس ا وينر. يوسف. بريهان لا اعرف عن المجال انه اتس فيري كومبتيتيف. انا انسحب. عندك عرض فيصل 350 الف مقابل 30%. 30% كبير جدا، انا عايزه ادي لك فرصه ان انت تراجع. انا كده مش هجيب مستثمرين عمري تاني. انا بقول لك شيء، اذا الله كتب ان نتفق بقول لك فكره انت بتنبسطين عليها. بس ما بيقول لي اذا ما اخذت العرض. لا عندنا وكاله ميديلا مالت البامبس. ايوه طبعا دي شركه كبيره جدا. اوكي كده تغيرت السالفه. تقدر تساعدني ان انا اعمل انستليشنز للبودز في المستشفيات؟ الهدف مش بس المستشفيات، الهدف ممكن نحن بعطيك نبذه، ممكن هذه حتى نعمل لها استثمار خاص ناجرها باليوتيلايزيشن، يعني ما نخلي المولات تستثمر فيها، ممكن نحن نحط كم يونت ويكون تشارج مثلا كل نص ساعه نخليها استخدامات متعدده، يعني مثلا تكون للرضاعه او كوايت روم اللي عنده مثلا كونفرنس كول. كل هذا بتسوي ب 350,000؟ لا ممكن احنا بنسوي استثمار خاص للاسد. هو بيتعامل معايا كانه كو فاوندر. ايه اكيد. خارج الشركه. هذا نسوي مثل ريل استيت. عندي كاونتر اوفر. انتبهي. الكاونتر اوفر بتاعي ان انا 350 لسه زي الامان زي ما هي بس تبقى 20 مش 30. 20 ايش صار؟ لا حرام عليك والله. 20 زينه. كمان 20 زينه. كمان عشانك ناخذها من النص. 25. لا 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 كمان 25 خلاص. انا هذا جيت ومشيت الى ما كنت انا والله بنزل بس عشانك خلاص وصل 25. يا رب. وانت حره. تبغي تاخذي وقتك تفكري؟ يا ربي. شركة ما فيها شيء. لا لسه في البداية. مزبوط لسه في البداية. مزبوط. اللي فيها أنت وأنا ثمنتك أنت بهذا التقييم وعطيتك أنت 75% ملكية في الشركة وأدعمك برأس مال والخيار لك. بيري كير بالنسبة لي أكتر من مجرد شركة، وكنت جاية النهاردة على أساس أن أنا أتحط على أول المشوار. أنا حوافق على العرض. البركة إن شاء الله. مبروك. وإلي حتيجي على البورد. نجيبه. بيعطينا دعم تسويقي. مبروك. فرصتين تشرفنا. ما شاء الله عليك. أنت مبدعة وأنا مؤمن فيك إن شاء الله. ميرسي. توفيق إن شاء الله. ميرسي لك وكلكم. باي باي. مبروك يا بريهان. ميرسي. مبسوطة وحاسة إن أنا يعني خدت أول خطوة عشان أحقق حلمي وأكبر شركتي، وإن شاء الله فعلا ما كسفوش وأحقق النجاح اللي هم متوقعه مني. ما قال لنا مدلة ما مدلة خلاه بطنه لما اضطر يشاركنا. لن تطلعوا تتركوني الموضوع يعني. طب ما قال لي طلع لي تتركوا لي الموضوع اشتغل على حط نص مليون على 25. مين؟ انت يعني طلع لي قبل شوي. لا بتحتاج راس مال زياده بعدين. بنشتغل معاها بس في البدايه انا ادخل اول شيء اجربها اذا شفتها ان هي بمثل ما توقعت اعطيها نون دايلوتيف كابيتال بعدين.